عملت تعليمات للمهندس علاء رئيس توزيع الكهرباء ان مفيش تخفيف احمال على محطات الصرف الصحي والميه على مستوى المحافظه كلها مش اسوان بس. ليه؟ لان فاكر انتوا لما كانت الكهرباء بتقطع شويه في حاجه على الارض وشويه هنا تخفيف احمال محطات الميه والصرف الصحي ممنوعه ومحطوطه على الارض كده احمر ممنوع انها تشغل الكهرباء. انا بقول لحضرتك لو هي اشتغلت الديزل ده اشتغل خمس دقايق ما كانش حصل كده وكانت تيجي الكهرباء تاني وتشتغل وكله